喂，谢谢您电话，不好意思，我们的外线电话马上是我们的朋友的不谁。喂，谢谢您好，谢谢我们的 office， 谢谢您好，您的平安 office。新买的外线电话，不电话的不接，我留不接，我留的不接，我接不了的不接，我说的了，我现在不说的了，我不接不说的了，我不接的我说的了。ثم إلى ويسجد الإمام علي زين العابدين ويسجد الإمام محمد البكر ويسجد الإمام جعفر الصديق ويسجد الإمام علي عبيدة ويسجد الإمام موسى القدير ويسجد الإمام علي عبيدة ويسجد الإمام محمد النبي ويسجد عيسى النبي ويسجد الإمام مهدي محج الله وعلى رسول محمد بن عيسى ويسجد عبيد الله وبن ويسجد عبيد الله بن عمرو بن عيسى ويسجد عبيد بن عبيد الله ويسجد وسيدنا علي بن محمد وسيدنا علي بن الحسن وسيدنا محمد سيد مرور وسيدنا علي بن محمد وسيدنا الحسن الأعظم ألف بن المقدم محمد بن علي وعلوي ورسوله وفضله وجب سادات علي وعلوي ثم إلى ذوي سيدنا الحبيب علي الخضر بن الفقيه وعباده الجميع وسيدنا الحبيب علي بن علي بن الفقيه وسيدنا الحبيب محمد مولى دبيله وسيدنا المقدم الثاني الرحمن السكاب وسيدنا عمر المهدر وسيدنا حبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السكاب وسيدنا حبيب عبد الله بن عبد الرحمن السكاب وعباده الجميع ورسلهم وقرويهم ثم إلى سيدنا حبيب علي بن أبو بكر السفران وسيدنا حبيب أحمد بن أبو بكر السفران وسيدنا حبيب عبد الله بن أبو بكر السفران وعباده الجميع ورسلهم وقرويهم ثم إلى سيدنا الحبيب أبو بكر على أبيه والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن والحبيب سالم وسيدنا الحبيب أحمد بن علي بجهد ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد شهاب الدين والحبيب عبد الدين فهو وجود سيدنا شيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عادل بن سالم وإخوته الجميع ورسوله وأبوه وسيدنا الحبيب حسين بن سعد أبو بكر بن سالم ثم إلى سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أشهر الصوفي ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبسي مولى سيدي ثم إلى سيدنا الحبيب يوسف بن عبد الحسني وسيدنا شيخ المنطقة المكرمة والحبيب أحمد بن حسين والحبيب سعد بن أحمد بن حسين ثم إلى سيدنا قدر الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وسيدنا عبد الله بن عباس ووصوله وأفضله وسيدنا قدر الإرسال الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ورسوله وفضله وسيدنا الحبيب احمد بن زين الحبسي ثم الى سيدنا الامام قدس ومن بن شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ احمد البدوي وسيدنا شيخ احمد الرفاعي وسيدنا شيخ عبد السلام بن عزيزي وشيخ عبد الحسن الازدي وسيدنا احمد بن ادريس وشيخ عبد العزيز الزباب وسيدنا الامام الجنيدي سيد الطائفه ثم إلى الشيخ محمد بن سلمان وشيخ أحمد التجاني ثم إلى سيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام الرافعي والإمام النووي والإمام الحرمين الجوهري والغزالي والسيوطي والبغوي والمحجر وكافة العلماء الشافعيات ثم إلى سيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب حسن بن شعري البهاء والحبيب صالح بن عبد الله الحامد والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب ابو بكر بن عبد الله العطاس والامام احمد زين الدهلان والحبيب محمد بن علي المحضر ثم الى سيدنا الحبيب محمد بن طاهر الحداد وبيده ورسله وقربه ثم الى سيدنا الحبيب الحسين بن ابو بكر عليه الدرس والحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب احمد بن حسن العطاس والحبيب احمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب ابو بكر بن محمد السجاد والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب احمد بن علي الحداد والحبيب عبد القادر بن احمد الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه والحبيب احمد بن حسن الحبسي والحبيب احمد بن حامد الباب والحبيب علي بن عباس المالكي والحبيب علي بن احمد بحسين والحبيب حسن بن محمد فتاح والحبيب محمد بن حامد بن شيخ عبد الباقر بن سالم وإمواته وأصوله وقضائه ثم إلى سيدنا الإمام الحبيب حامد بن عمر حامد ثم إلى أرواح أمي وأمي وأصوله وقضائه وله الخلق عليه أجمعين ثم إلى
وزوجاتنا وعمامنا وعماتنا وأحوالنا وحالاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وأن الله يدخلهم في قبورهم روعا وروعا والحسنى والرضوان والبشارى والآمان في رضي الجنة مع شيء ولا جنة وأن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكسر قلوبنا ويزمر قلوبنا ويرحمنا ويعقب بنا يوم يتوب علينا ويمنح لنا ولكم بالحسنى في هر ولب والعافية وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والفداء ما ظهر منها وما بدنا ويشفينا من جميع الأمراض والأسقام والآفات والآهات والبليات وأن الله يرزقنا التقوى مع الاستقامة وأن الله يرزقنا الفتوح والرسول وسلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يبارك فينا وفي أوليائنا وأحبابنا ومن معنا ومن معنا ويلهمنا التوفيق وصلاحنا والفلاح والنجاح والقلوب والمنى وأن الله يبارك مقاصدنا ومن أرسلنا وتوصلنا بالدعاء وأن الله يحفظنا ويتولانا ويبارك مقاصدنا بالتوفيق والسعادة والجمال والرعاية والعناية والحماية بجاه الخير البرية وأن الله يبلغنا حاج بيت الحرام وتجاه الحرمين الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في هذا العام وفي كل عام وأن الله يرحمنا بحمد المختار محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يا ولد الله وأنا من دائم مستمر وأن الله يرزقنا لآية خاصة بجاه الخير البرية وعلى كل نية صالحة وعلى من نواه أشرف الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Yeah.
Estağfirullah ve
اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الفتى الى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله واصحابه وازواجه وذرياته ان الله يجعل رجال الجنه من بنى باسراره وانواره ومن في الدين الدنيا والاخره ويجعلنا في حسنهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا بلادهم ويسكننا في سفرتهم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحه الى روح سيدنا الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي واسره وامرئه وتبلغه بهم اجمعين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويجد رجاءهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين الدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجبار عنيد ودعي